طاقة الهارب في البعض، أخباره إيه اليومين دول؟ معاكم روبي، ما تنسوش اللايكس والاشتراك في القناة. وبجد عايزة أشكر كل واحد بيكتب لي كومنت حلو وبيعملوا لايكس، وبحس فعلا بالدعم، وإن شاء الله نوصل لكل توأم. شعلة بقيت حاسة إن إحنا أسرة في بعضينا كده، وأسرة صغيرة كلنا بنتكلم وكلنا بنرد على بعض. بجد شكرا. طيب، أخبار الهارب إيه؟ الهارب لسه متألم، لسه تعبان، محبط، متدمر. الغريب أو الجديد في الطاقة بتاعته اليومين دول إن هو عينه اتفتحت على اللي هو عمله فيك، عمله في المطارد. الهارب أو الهاربة ما كانتش راضية تعترف إنها عملت حاجة، هي كانت حاطة توأمها ورا ظهرها، ضمن وجودها، مشغولة في حياته أو حياتها، ومشغولة بإنجازاتها، مشغولة بشغلها. أنا ما عنديش وقت أصلا، أنت لازم تبقي فاهمة، وانت لازم تبقى فاهم. وعلى طول كان بيجري في حياته، وكان راكن توأمه على جنب بشكل اللي هو انا ضامن وجودك، انا عارف ان انا هلف لفتي وارجع الاقيك على حطة ايدك كده زي ما انا سبتك. ما كانش متخيل ابدا ان توأمه المطارد يمشي مثلا، او يقف لنفسه، او يبعد، او يقول كفاية كده. معرفش ليه ما كانش متخيل ده خالص، وانه ده لما حصل اتصدم صدمة عمره، اللي هو ايه، هو انت كان في اوبشن اصلا ان انت تمشي؟ انا ما كنتش متخيل كده. فصدمته بخروج المطارد كانت صدمة يعني. انا بالنسبة له اللي هو انا فاتح بقي ومش علق حواجبي، اللي هو ايه ده بتهرج. بس الحقيقة ان عند المطارد وبعده فتح له عينه، هو ماشي عمال يكتشف في حقائق، عينه عمالة تتفتح. كان على طول بيفضل الطرف التالت عليك، سواء دي كانت زوجة او ام او شغل او هو كان دايما يفضل الطرف التالت عليك، كان بيديله كل وقته واهتمامه، بس الحقيقة ان هو كان بيتجاهل حاجات كتير قوي في الطرف التالت دوت. ابتدى يركز معي، ابتدى يشوفه هو قد ايه مادي، هو قد ايه همه مصلحته، هو قد ايه هدفه الوحيد ان هو يسحب كل حاجة من شريكك اللي هو التوأم الهارب وبس. طيب ماشي، انت بتسحب وقتي واهتمامي وفلوسي وكل حاجة، طب انت بتحبني؟ لا طبعا، انا همي مصلحتي. طب الهارب بقى عينه ابتدت تتفتح على الحقيقة. هو كان بيحاول يتجاهلها، او كان بيحاول يتجاهل ايه ده، هو انا ضحك عليا كل السنين دي؟ هو ما كانش قادر يشوف الحقيقة من كتر ما كانت بشعة، ومن كتر ما كانت وحشة. كان على طول بيكذب نفسه ويقول لا 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 لا، اكيد انا فاهم غلط، اكيد انا مش هي دي الحقيقة، اكيد مش ابويا هدفه استغلالي، او يرسم الايمج بتاعته هو عن طريقي مثلا، او انا ابني متجوز فلانة الفلانية، او انا ابني بيعمل الحاجة الفلانية، او شغال في الحتة الفلانية. اكيد مش اكيد، لا يعني اكيد صح ولا ايه؟ هو بجد كان يقصد كده؟ بجد كانت مراتي كل هدفها انها تقعدني جنبها وتسحب فلوسي وتجيب عيال وتربطني جنبها وتدخلني في حوارات وفي مشاكل وشغليني وربطاني وياريتني مبسوط؟ انا مش مبسوط خالص،
فبعدك بين له الحقيقة. عشان كده احنا دايما نقول ان مش كل البعد دوت تخاف منه او تحس ان هو هينساني او لا 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 خالص. البعد ده في مصلحة العلاقة، البعد ده في مصلحة العلاقة. وقتي التوأم المطارد بيقول ها بجد، يعني هو فعلا عرف قيمتي، بجد عرف الحقيقة، بجد عرف ان انا اللي بقياله، انا حب حياته، انا مستقبله، انا الامن والامان والسبورت والحب والعشق وكل حاجة حلوة. اه طبعا هو عرف كده وبقى متأكد وبقاش عنده شك في حبه ليك. طيب حلو، هو ما كلمنيش ليه؟ طيب هو مرجعش على فكرة، في ناس لسه مرجعتش. ما هو انت زنقه او انت زنقاه، بمعنى اللي هو انت خلص الطرف الثالث دوت وتعالى كلمني، انت حل مشاكلك مع اهلك وتعالى اخطبني، انت لسه قدامك، لسه عندك مشاكل، انت لسه مش معترف بحبك، انت لسه ما صالحتنيش، انت لسه ما ردتليش كرامتي. فالهارب حاسس ان هو لسه محتاج شوية وقت يقف على رجله او يداوي جراح الماضي. عمال يشوف هيخشلك ازاي اصلا. هو المطارد ده هيبص في وشي تاني؟ بجد تبقى معجزة. هو شاكك جدا ان انت تقبله في حياتك تاني اصلا. هو بقى شايفك ان انت نجمة في السماء، عمالة تنجحي في حياتك وعمال انت تاخد خطوات ايجابية في حياتك، بقيت مركز في شغلك جدا، مركز في اهدافك، بتتبسط بالناس اللي حواليك، بتسافر، بتخرج، قاعد مع صحابك. هو شايفك ان انت وجوده او عدمه، انت حياتك ماشية، لا وماشية مبسوطة، انت رجليك على الارض، انت بقيتي مركزة في شغلك قوي، بقيتي مركزة في ازاي تعملي فلوس وازاي تنجحي وازاي تتبسطي. طب انت هتقبليني ليه اصلا؟ طب علشان تقبليني انا محتاج اخش بجدية، محتاج اجي ما اقولش اي كلام، ما حورش، ما لعبش، ما خلاص انا متأكد ان انت ذكية جدا وانت ذكي جدا ان انت تقبل اي كلام اصلا، او الهبل اللي انا كنت بعمله زمان دوت واخد منك حبك وطاقتك وكل حاجة واطلع اجري، انت مش هتقبل بالوضع ده، يا اما اجي جدي اما ما اجيش. فهو بيشتغل على الوضع الحالي، عمال يرمم كل البلاوي اللي عملها وعايز يجي بجدية، عايز يختار الوقت المناسب اللي يخش لك منه والكلام المناسب اللي يجي يقوله لك، مش عايز يجي يهبد، او يعني يهبد دي مصرية قوي، لا بجد سوري، يعني اقصد يجي يقول مثلا يجي يقول اي كلام. انا عارف ان المطارد بقاله كتير قوي صابر و مستحمل واشتغل على نفسه وخد خطوات فعلا إيجابية ومكمل ومستمر. تحية لكل مطارد فعلا وقف مطاردة وسحب طاقته، برافو عليك، كمل واستمر. الناس اللي لسه بتطارد ولسه تعبانة ولسه عمالة تحايل الهارب، مش هيجي بالأسلوب ده، احنا سابقينكم بخطوات فبنقول لكم مش هيجي بالأسلوب ده. الحل الوحيد بالنسبة لك ان انت توقف مطاردة، تسحب طاقتك، تشتغل على نفسك، تحب نفسك. انت مش محتاج تقنعه ان انت لازم تشتغل على نفسك او ان انت تختار نفسك، ابدا ابدا. والهارب ان شاء الله هي مسألة وقت وربنا قادر يجمعنا ويبقى في اتحاد قريب يا رب، يبقى في جامعة قريب، ويكتب يا رب الهنا والسعادة لكل الناس. بحبكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي.